لم تحذو أبل حذو متجر جوجل بإيقاف العمل بتطبيق اليورو فتوى الذي يدعمه تنظيم الإخوان، ويقف القرضاوي الأب الروحي للتنظيم الإرهابي داعما أساسيا لهذا التطبيق الذي يوصف بأنه يشجع على الإرهاب. على الرغم من حذفه من متاجر جوجل بلاي، إلا أن تطبيق يورو فتوى لا يزال متاحا على متجر أبل للتطبيقات. يورو فتوى تطبيق تم إنشاؤه من قبل المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث الذي أسسه يوسف القرضاوي الأب الروحي لتنظيم الإخوان الإرهابي. ومع أن القرضاوي صاحب الفكر الإرهابي ممنوع من دخول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلا أنه وجد بابا آخر لنشر فكره الإرهابي من خلال تطبيق يورو فتوى. ووفقا لتقارير صحفية، فإن مقدمة التقرير شملت تعليقات من القرضاوي تحرض على العنف والإرهاب باسم الدين. وتأتي حملة المطالبة بوقف العمل بتطبيق يورو فتوى تزامنا مع دعوات دولية لمنصات التواصل الاجتماعي ومزودي خدماتها ببذل مزيد من الجهود لمحاربة الفكر الإرهابي. نناقش هذا الموضوع مع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية سيد ماهر فرغل، ينضم إلينا من القاهرة. أستاذ ماهر، أهلا بك معنا في التاسعة. على ما يبدو القرضاوي وجد بابا جديدا، وهو ممنوع طبيعة الحال من دخول عدة دول ومنها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، نجح بالوصول إلى المستخدمين بطريقة مختلفة. ما مدى خطورة بداية هذا التطبيق الذي يستخدمه؟ بعد التحية طبعا، بفكرة بسيطة طبعا عن هذا التطبيق، وتطبيق خطير جدا. أولا، في نوفمبر عام 2018 التنظيم الدولي عقد اجتماعا في اسطنبول، قرر فيه عمل هذا التطبيق، وقرر من ناحية أخرى إقامة ما يسمى دائرة أبحاث. دائرة الأبحاث هذه هي تحت الإجراء الآن، يعني هي لم تصدر حتى الآن، لكنها ستهتم بما يسمى استطلاعات الرأي وبالأمور في الخاصة بالأمور الاقتصادية والأمور الخاصة بالبنوك وغيرها من الدوائر الأخرى البحثية التي تعني بالبحث بشكل أكبر في مسألة وضع المراجع الإخوانية وغيرها. خطورة التطبيق الأول أنه يبدأ بكلمات القرضاوي، ويبدأ بكلمات القرضاوي حول الاستشهاد والشهادة وفتاوى حول تحريم البنوك وما يسمى معاداة الأديان الأخرى، وهذا هو ما أثار يعني جوجل على منعه في جوجل بلاي نشر فتاوى الإخوان منذ عام 1997 وحتى عام 2018 نشر فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء. ومجلس الأوروبي للإفتاء هو إحدى مؤسسات الإخوانية الكبرى الموجودة في أوروبا والمنشأة في دبلن العاصمة الأيرلندية، وهو يطلع بمهام كبيرة جدا في أوروبا تختص بإدارة بعض المراكز الإسلامية، نشر خرائط بقى المراكز الإسلامية التابعة للإخوان، الإفتاء وتوحيد فتوى في أوروبا كلها، بحيث لا تصدر هذه الفتوى إلا من جماعة الإخوان أو من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يترأسه القرضاوي. هذه الخطورة، يعني خطورة تمرير جماعة الإخوان المسلمين من خلال هذا التطبيق. سيد ماهر، اعذرني على المقاطعة، هل يمكن لأشخاص عاديين يعادون هذا الفكر المتطرف أن يميلوا إليه من خلال استخدام تطبيق كهذا؟ المشكلة في هذا التطبيق بالفعل، يعني ما يحدث في هذا التطبيق أنه في به سهولة في الاستخدام، يسر شديد جدا لدرجة أنه يستخدم يمكن بلا انترنت، وهو محمل بألاف الفتاوى الكبيرة جدا التي يستطيع ينفذ منها الشخص ويستطيع الوصول إليها، وهي فيها إغراق، عملية إغراق بعملية فتاوى كثيرة جدا. هذا الإغراق يؤدي في النهاية إلى التأثير في الشخص الذي يدخل على هذه الفتاوى فيتأثر ببعضها، ثم على الأقل يصبح في موقف حيادي مع جماعة الإخوان المسلمين. هذا هو ما يريده التنظيم. والمشكلة أن التنظيم الدولي للإخوان الآن يسير على محورين، يعني المحور الأول هو محور الميداني، والمحور الميداني هذا من داخله هو المجلس الأوروبي للإفتاء، يعني مجموعة من المنظمات، اتحاد المنظمات الإسلامية، المجلس الأوروبي للإفتاء وغيرها، التنظيم الشبيبي، التنظيم النسوي وغيرها من
التنظيمات. الناحية الأخرى هي الناحية الفضائية، ناحية الفضاء الإلكتروني الذي يعمل عليه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ويوليه أهمية خاصة ويوليه أهمية كبرى. من هنا يعني هذا التطبيق أحد أدوات التنظيم. نحن لا نعرض هذا التقرير اليوم أو هذا الموضوع للإضاءة على هذا التطبيق، إنما من باب التوعية، لأن السؤال الأكبر ليطرح: ألا تعتقد أن الشباب اليوم يريدون معرفة المزيد عن هذا التنظيم، من باب الفضول يدخلون ويرون ماذا في داخل هذا التطبيق؟ نحن نعلم أن هذا الفضول يدفع أشخاص إلى الوقوف على الأقل في موقف حيادي إلى التعريف، وهي مرحلة مهمة جدا في عمليات التجنيد وعمليات الاستقطاب، يعني التعرف والتعريف على أعضاء مستقطبين جدد ثم نقلهم إلى مرحلة عاطفية. هذه المرحلة العاطفية بفتاوى كثيرة جدا تؤكد أن الإسلام ليس فقط صلاة وصوم وزكاة وغيرها وعبادات، لأنما هو سيف أيضا، وإنما هو قتال وجهاد واستشهاد أيضا، وهذا هو دور القرضاء ودور هذا التطبيق. ثم ينتقل للمرحلة الثالثة أنه لا يستطيع إقامة الإسلام إلا من خلال تنظيم، والتنظيم في النهاية في المرحلة الأخيرة بلا شك سيكون تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. من هنا تأتي خطورة هذا التطبيق. قبل ما ينتهي الوقت، متاجر جوجل بلاي حذفت التطبيق بانتظار الخطوة نفسها من أبل ستور. في الانتظار سيد ماهر، أعتقد تفضل تعتقد أنه تم حذفه؟ أبل يبحث، يعني أنا قبل كما قرأت أنه يبحث في هذه المسألة، يطلع الآن يولي هذا التطبيق اهتماما. أعتقد أنه يراجع الآن فتاوى القرضاء والفتاوى الموجودة، مئات الآلاف من الفتاوى الموجودة على هذا التطبيق، وأعتقد أنه في طريق الإغلاق. هذه توقعات، لكن كما قرأت أنه يراجع هذا التطبيق بسبب خطورته وبسبب بعض الفتاوى الموجودة فيه. شكرا جزيلا لمشاركة البحث في شؤون الجماعات الإرهابية سيد ماهر فرغلي معنا في التاسعة الليلة من القاهرة. شكرا.